بالنسبة للرعاية الصحية المنزلية، هي عبارة عن خدمة طبية علاجية متكاملة يقدمها فريق طبي كذلك متكامل متخصص ومرخص من هيئة الصحة في أبوظبي. يقدم الخدمة للمريض داخل بيت المريض، داخل منزل المريض، في وسط أسرة المريض. هناك أهداف للخدمة، خدمة الرعاية الصحية المنزلية. بشكل أساسي المريض نفسه من يكون في وسط أهله وفي بيته، يكون هناك راحة نفسية للمريض، كونه بين أهله وكونه دا يتلقى نفس الرعاية الصحية اللي ممكن أن يتلقاها بالمستشفى، لكن في المنزل. ولكن في المنزل.